السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وحفظا وإيمانا كاملا، رب تمن بالخير والسعادة وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. يغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال، ولك الشكر ولك الحمد يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم أنشنا وجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أن توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا، والصراط المستقيم طريقنا، واوصلنا إلى خير مقاصدنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما، رحم علينا يا رحم الراحمين. اللهم أنتنا من المشاكل، من أي جهة وأي وقت وأي مكان، من شخص كانت يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظرة بعين الرضا، واللف عما مضى، والتوفيق لما تحبه وترضى.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم عزنا وعز معيشتنا ولا تذلنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيبنا ولا تعيبنا ولا تفلحنا بين رؤوس الخلائق لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتوفيق والعفاف والغنى. اللهم أنسنا وانج أهالنا من كيد الشيطان عند سكرات الموت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من القوم الذين يمشون على الصراط كالبرق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر من ماتمنا، لا سيما من الآباء والأمهات والأقرباء والجيران وأخلاق قرية المؤمنين والمؤمنات وأساتذتنا الكرام العلماء الكرام ومؤسس جمعية العلماء يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا غافر الذنوب. اللهم وفقنا لتلفظ قول لا إله إلا الله عند الموت بغير خوف ولا هم ولا حزن ولا ضيق ولا تعب ولا مشقة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.